في تصريحات مهمة كان لرئيس هيئة الرياضة في مداخلة تليفونية تحدث فيها عن المشهد الدولي. يعني احنا خلصنا من الموضوع المحلي، وضع المملكة العربية السعودية على مستوى قارة آسيا وعلى المستوى الدولي. ما في شك ان عندنا مشكلة مع الاتحاد الآسيوي، ومع الأسف انه بعض الحوادث اللي تعرضت لها أندية سعودية داخل إطار الدوري الآسيوي أو داخل إطار تصفية كأس العالم أو داخل إطار دوري أبطال آسيا، مع الأسف أن كان تعامل الشارع الرياضي بعض الأحيان يكون فئوي، يعني النادي اللي متضرر إحنا نصير نطقطق عليه، المنتخب لما يخسر أحسن هو منتخب كذا. يبدو أنه فيه الآن رغبة حقيقية وإرادة عند المملكة العربية السعودية لإيقاف ما نطلق عليه المهازل. طيب، الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان الخليفة تعود على السيستم اللي كان يمثله صديقنا العزيز كابتن أحمد عيد، الوزنية هذه. قبل كان في مجموعة من أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم يدورون الرضا، اللي يبغى له لجنة في الاتحاد الآسيوي، اللي يبغى له عضو في لجنة تنفيذية هنا ولا هنا، اللي يبغى يندعي لمؤتمر في دبي أو على قولة إخواننا دبي، طيب يبغى ينعزم على مؤتمر في البحرين، في واحد من الأعضاء تلاقي عنده انتداب 50 مرة رايح بيروت تحت مظلة الاتحاد الآسيوي. هذا كلام فاضي. هذا كان مرحلة، مع الأسف الرياضة السعودية وضعت تحت مقياس ومعيار لناس، يعني على وزن الشخص، واحد على قده فياخذ طموح المملكة كله على قده. لا، هذا الأمر واضح جدا أن هناك رغبة في نهايته. نلعب على المكشوف، أحمد الفهد له نفوذ واضح وكبير جدا في آسيا، هذا النفوذ سينتهي. ما هي سواليف، ما هي أمنيات صحفي، الشيخ أحمد هو يعلم جيدا أن هناك إرادة كبيرة الآن تقول انتهى هذا الدور. طبعا لا يقدر هو ولا اللي مربط معاهم ولا الجيران اللي بالي بالك، ها الجيران اللي رايح جاي عليهم ولو علاقة بأمير إحدى الدول الخليجية، هو معتمد على الطبخة هذه. لا، مش هتزبط يا صاحبي. أحمد الفهد يعلم جيدا الآن لما تصير الدول تتحرك غير لما يكون اتحادات رياضية ومؤسسات رياضية. أحمد الفهد طبعا الشيخ سلمان الخليفة رجل يعني رجل ما يعني رجل طيب، خليني أقول طيب، ما نبغى نقول حاجة ثانية، أنت رجل طيب. أحمد الفهد لا تستطيع تواجهه، وكل ما كلموه في حاجة قال لا. آسيا عندما يقودها رجل جاد وحازم، إما هذا الرجل أن يأتي أما أن تحضره المملكة العربية السعودية. مش هنجيب واحد كأنه سويسرا حل وسط، لا، الآن زمن الصقور. أحمد الفهد يعلم جيدا أن التصريحات اللي طلعت اليوم هي مؤشر، ومؤشر لما هو قادم. طبعا هو القادم لا يقدر هو عليه ولا اللي بيحمونه أو يحاول يساندونه. الشيخ سلمان أنا أقترح له حاجة، نصيحة، لو أنا مكانك قدم استقالتك، امشي يا عمنا، امشي، مش عاد تقدر تتحمل شغل. لا، رقع يمين رقع يسار، السعوديين كلمتين طيبة، لا، راح زمن كلمتين الطيبة، الآن زمن الصقور. يا تمشي صح، احنا لا نريد، السعودية لا تريد من الاتحاد الآسيوي على فكرة أن يفوزنا بحاجة، بس كفينا شر أصابعك. عندنا مباراة جاية لنهائي آسيا، الاتحاد الآسيوي يخاطر بالتلاعب أو السماح بالتلاعب أو تجاهل التلاعب إذا حدث. لعبة سيدني مش عتصير مرة ثانية، مش عتصير مرة ثانية، مش عتلعب اللعبة نفسها، لجنة حكام، لجنة فنية، لجنة، ما احنا مالنا دخل، اضبط ربعك. وأحمد الفهد الخير جاي عليه، يعني عندما وصف أنه إحدى الخلايا السرطانية، واحد ما في شك أحمد الفهد خلايا، رجل عامل مافيا، عامل مافيا في الرياضة السعودية، الرياضة الآسيوية لازم توقف. هو مزبط مع إيران ومع قطر، شوف هو مزبط عشان أوريك، وما يراهن على الكويت، هو يلعب مشبك مع الإيرانيين والقطريين وداخل لك في الفيلم هذا، وعك مع شوية شرق آسيا.
الفيلم يا شيخ أحمد انتهى، انتهى تماماً. الكرة السعودية الآن أو الرياضة السعودية بدأت تنتبه للوضع الدولي. السعودية اللي كانت تمشي بطريقة طيبة في القطاع الرياضي وتهادن وتمشي الأمور، شغل طبطب ليس ما عاد شي ينفع كويس. فترة جاية فترة الصقور، السالفة هذه مش كلام، جعجعت كلام في تصريحات، في خطوات عملية، خطوات فعلية. وبنفس طريقتك يا شيخ أحمد، مش أنت بتستخدم الطريقة إياه، هاي يستخدموها وهم أقوى أقوى. وأنت فاهم الرسالة كابتن فودة. أنا أقول أبو بدر، الاتحاد الآسيوي كاد أن يخرج المملكة العربية السعودية من تصفيات كأس العالم في مباراة اليابان. حكم وضع احتسب ركلة جزاء خيالية الأخيرة، لا المباراة اللي في اليابان. أوكي. مباراة الهلال أيضا مع الفريق الأسترالي وضع حكم سوى العجائب، فأتمنى أنه لا يوضع حكم للتجربة أو حكم يعني ما أضبط شغلك، يعني أضبط شغلك نتيجة المراهنات الآسيوية ما تمشي. شكرا خميس الزهراني، يعطيك العافية. ألف شكر لك، الله يعطيك العافية بدر. شكرا كابتن طارق كيال، يديكم العافية. تسلم لي. بكرة موعد آخر معك شيء يا دوري أحمد الفهد، انتبه.